أقدم حشد من المتظاهرين الإيرانيين في العاصمة طهران على محاصرة عناصر من الشرطة الإيرانية عقب قيامهم بمهاجمة أحد الباعة المتجولين بعنف في محاولة لفض الاحتجاج. وتداول الناشطون الإيرانيون مقطعا يظهر قيام شبان بمحاصرة سيارات عناصر الشرطة والبلدية بعد أن ضربوا البائع المتجول بشكل دموي وتحطيم عربته الصغيرة في الشارع. ويعمل عشرات الآلاف من المواطنين الإيرانيين كباعة متجولين في الشوارع في ظل الفقر المدقع وتدهور الأوضاع المعيشية، ويشكون من انتشار الفقر والجوع والبطالة في الوقت الذي ينفق نظام طهران الأموال الطائلة على سياسات التوسع والتدخلات الإقليمية.